كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا بداية العام الدراسي الجديد، وبداية العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات المصرية، هنتكلم عن استعدادات الأسر المصرية والمدارس طبعا لبدء العام الدراسي الجديد، وعن أهمية الحفاظ كمان على العملية التعليمية. وطبعا احنا عندنا ملف التعليم ده ملف محتاج حلقات وحلقات، لان احنا اكيد لو مسكنا كل شق منه محتاج حلقات كتيرة جدا جدا، لان في الاخر احنا بنأمل في مصر حديثة ومصر متطورة وطالب متفوق كمان. وأهمية ربط ده كمان بقى بسوق العمل، ده مهم جدا يعني. فمعنا النهاردة دكتور حسن شحاتة، دردشنا كتير قوي قبل الهوا، عندنا أماني كتير قوي العملية التعليمية يعني. بس معنا دكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة عين شمس وعضو المجالس القومية المتخصصة. كنا بنتكلم دكتور حسن، صباح الخير، ازي حضرتك؟ صباح الخير. كنا بنتكلم على فكرة الأسئلة في متناول يد، في متناول مستوى الطالب المتوسط. قال لي دي أصلا كلمة غلط. ليه يا فندم كلمة غلط؟ لأن طبعا خليني الأول أهني مليون ونصف مليون معلم مصري من المعلمين الأكفاء المتميزين، أصحاب المغارم لا المغانم، ونهني بيعملوا في 50,000 مدرسة. عندنا ما يقرب من 2 مليون ونصف عضو هيئة التدريس طالب في الجامعة. عندنا الدولة بتصرف عليها للأسف 80 مليار جنيه، 90% منها أجور متدنية للمعلمين. صح. فالتعليم قضية مجتمع طبعاً في الأول وليس قضية وزير أو وزارة. لابد من المجتمع المدني يشارك، الأحزاب السياسية، رجال الأعمال، أهل الخير، حتى نصل إلى مصر جديدة وإنسان جديد لمجتمع جديد. صحيح، الاستثمار في الإنسان هو أهم استثمار. طبعا الاستثمار في البشر أحسن من الحجر. صحيح. ولابد إن إحنا نبني، بيقولك ابني ابنك وما تبنيش لابنك، وابني بنتك وما تبنيش لبنتك. فبناء الإنسان ده أهم من بناء العمران. صحيح. لكن بناء العمران مهم برضه. اكيد طبعا مهم جدا. الرئيس طبعا مهتم ببناء العمران طبعا، ومصر ما شاء الله فيها يعني بؤر مضيئه جدا من العمران ومن الامتداد العمراني والطرق والكباري والمدن الجديده. دي حاجه ثانيه يا فندم، بس فكره ان احنا فعلا نهتم بالانسان، لان الانسان لو اهتمينا بيه مش هيبقى مستني كل حاجه تجيله من الحكومه، هيبقى هو بنفسه بيقدر يوفر لنفسه المأكل والملبس والشغل طيب خليني حاجات كتير. خليني اقول انا بقالي 50 سنه في التعليم في جامعه عين شمس، واشتركت مع وزراء التربيه والتعليم من ايام الدكتور مصطفى كمال حلمي وحسين كامل بهاء الدين واحمد فتحي سرور وجمال الدين، احمد جمال الدين موسى وياسر الجمل الى اخره. القضيه سعادتك بتتمثل مشكله التعليم اللي كنت بقولها سنه 80 في التلفزيون المصري والقنوات الفضائيه بعد كده، هي اللي بنقولها دلوقتي. في مشكلتين، مشكله ثقافه المجتمع، ان المجتمع عاوز التعليم للامتحانات وليس للحياه، عاوز ابني يمتحن وينجح مش وياخد الشهاده وخلاص، ياخد شهاده مش مهم يتعلم ايه. صحيح. وكل ثوره التعليم على الامتحانات، حتى بقى وزير الامتحانات ومدرس الامتحانات وبيت وولي الامر. القضيه الثانيه ودي الاهم اللي هي قضيه تمويل التعليم. احنا بنقول التعليم الميزانيه يعني حاجة. الميزانيه التمويل التعليم، التعليم ليس قضيه وزاره او وزير، دي قضيه مجتمع. ولا بد احنا في المدارس القوميه المتخصصه قلنا لابد من تنويع تمويل التعليم، بمعنى ان لابد ان 80 مليار جنيه اللي بتدفعها الحكومه للتعليم طبعا، ولا 90% منها اجور متدنيه للمعلمين، يعني 72 مليار جنيه للمعلمين و8 مليار جنيه بتعمل ايه؟ تجيب ازاز ولا ابواب ولا مقاعد ولا تكنولوجيا ولا هتجيب ايه ولا ايه؟ يبقى الدوله لو تنفق على التعليم. احنا بقى دورنا ان الناس نساند الدوله بان احنا يعني اهل الخير. انا شفت في اوكسفورد وجامعات كثيره جدا ومدارس كثيره اهل الخير بيدفعوا بيبنوا مدارس، رجال الاعمال بيدفعوا بيبنوا، وانا مؤمن بان جميع رجال الاعمال المصريين شرفاء ومحترمين. طبعا. لابد ان احنا نشركهم في بناء. الرئيس الاميره كمان اللي اتبرعت بارضها لجامعه القاهره، فده بداية بناء جامعة القاهرة. من 3 سنين كان الدكتور محمود أبو النصر، وجاء بعديه الدكتور الهلال الشربيني، لقينا قال في حاجة اسمها حق الانتفاع. يعني أنا كوزارة التربية والتعليم بحدد قطع أرض في المناطق المحرومة تعليميا أو المناطق المأهولة بالسكان وفيها مدارس قليلة، بديهم قطع أرض ورجال الأعمال يبنوا هذه الأرض ويحطوا فيها التكنولوجيا والديسكات والسبورات
ويجيبوا المعلمين الاكفاء ويحطوا مناهج وزاره التربيه والتعليم ويحطوا انشطه زي ما سيادتك قلتي وانشطه علميه وانشطه اجتماعيه وانشطه رياضيه. ده احنا فاقدين الانشطه الرياضيه، عاوزين انشطه موسيقيه وانشطه رياضيه وانشطه اجتماعيه وانشطه علميه، لان زي ما قال الرئيس ان التعليم لا يتقدم الا بثلاث حاجات. قال لابد من وجود الانشطه ووجود معلم كف متميز متدرب في كليات التربيه، لان 67% من المعلمين غير متخرجين في كليات التربيه، بالاضافه الى كثافه الفصول تبقى محدوده. نقول بقى عمليه حق الانتفاع بالارض. رجال الاعمال 200 رجل اعمال شرفاء اشتركوا وابتدوا يبنوا دلوقتي 200 مدرسه. يا ريت ان احنا نتبنى فكره ان رجال الاعمال هم اللي يبنوا المدارس وهم اللي يديروا المدارس، ما دام عندهم القدره والاستثمار في البشر. حتى وزيره الاستثمار دكتوره سحر نصر طلب منها في زياره الرئيس لامريكا في المره الماضيه دي، قالوا لها دعوها استثمري في التعليم، ادعوا الناس للاستثمار في التعليم، وده مدخل جميل جدا. زي ما حضرتك قلت، انا عايز اخد من حضرتك يا دكتور حسن حاجه مهمه جدا، وهي فكره تغيير ثقافه المجتمع. تمام، يعني عندنا تغيير ثقافه المجتمع هو الاعلام صحيح في الإعلام. في فكره ان فعلا التعليم هو للحياه مش مجرد بس وليس الامتحانات. وفي نفس الوقت كمان عندنا شق تاني، طبعا هو زي ما قلت لحضرتك هو موضوع التعليم فيه كذا شق، يعني زي ما حضرتك كمان ذكرت فكره اجور المعلمين وتدني اجور المعلمين وتدريب المعلمين وتغيير المناهج كمان ده عندنا قصه كبيره جدا. وكمان التعليم الفني، احنا مش عايزين برضو نغفل التعليم الفني، لان التعليم الفني ده من اهم. احنا حضرتك استشرنا خير اما الرئيس اول ما تعين عين وزير للتعليم الفني، وسرعان ما تلاشى هذا الوزير وبقى نائب وزير او بقى وكيل وزاره. ده غلط. التعليم الفني حضرتك محتاج مكن، محتاج الات، محتاج ورش، محتاج تدريب عملي في المصانع والشركات والاراضي الزراعيه، ومحتاج الجانب الاكاديمي في المدارس بالزبط. محتاج كل مصنع معاه مدرسه، وكل شركه معاها مدرسه، وكل مزرعه معاها مدرسه، يبقى التدريب عملي. لا، وفكره كمان الشهادات يا فندم، عشان احنا عندنا بيقولوا بلد شهادات، ففكره ان انا برضو فكره التعليم الفني ان انا احسسه ان هو ما بياخدش شهاده عاليه بالظبط، ما بيخشش جامعه ولا ونظره المجتمع ليه والكلام ده كله. يعني خلينا ابن كلهم يبقوا ابن بطه بيضاء مش سوداء او بيضاء على اسود، نعمل مدرسه ثانويه شامله. مدرسه ثانويه شامله يعني فيها الثانوي العام وفيها الثانوي الفني بجميع انواعه، والطالب ياخد مهنه وياخد صناعه في اثناء التعليم الثانوي، وياخد مواد مؤهله للجامعات. فاللي خدوا مواد مؤهله للتعليم الصناعي يخش كليه الهندسه، مواد مؤهله للتعليم التجاري يخش كليه التجاره، مواد مؤهله للسياحه او للفندقه او للزراعه يخشوا هذه الكليات، يبقوا اقدر واجدى، والتعليم ليه قيمه وليه معنى ومغزى. صحيح، وربط فعلا سوق العمل ربط التعليم بسوق العمل ده مهم جدا. راي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ ده سيادتك جبتي، يعني المفروض يبقى في وانا يعني بدعو الدكتور شريف اسماعيل وهو يعلم اكتر مني ان الكلام اللي بقوله ده مهم، ان لابد ما نعملش جذور منعزله. وزير التربيه والتعليم يعمل في حاره، وزير التعليم العالي في شارع، وزير التخطيط في مكان، وزير الزراعه في مكان. انا عاوز يبقى في مش الجذور منعزله، نعمل واحدة، يعني وزير التخطيط، وزارة التخطيط اما تحدد لي بعد 10 سنين ايه نوع المدرس ونوع المهندس ونوع الطبيب ونوع المذيع ونوع مقدم البرامج ونوع الصحفي اللي انا عاوزه بعد 10 سنين. فانا في الجامعات ابتدي احول المناهج بتاعتي مرتبطه بسوق العمل بالزبط. عشان أهل للناس دي، ويبقى تدريب ولادي في الجامعه في هذه المصانع والشركات، ويبقى ايضا في نفس الوقت التعليم الثانوي يخدم على الجامعه. مش فقط التعليم الثانوي ما يدرسه الطلبة في المرحلة الثانوية العامة لا علاقة له بما يدرسونه في الجامعة، يبقى ده يهدر للوقت ويهدر للطاقة ويهدر. لازم نربط التعليم العمل. كل فكرة ان انا اعلم وارمي في الشارع انا بهدر طاقاتي وبهدر قدراتي. والبلد مش لازم كلها يبقى دكاترة مهندسين، يعني لابد ان احنا ناخد اللي بندربهم
في المصانع والشركات والمدارس دي ويبقوا مرتبطين بسوق العمل، يبقى سوق العمل عاوزهم ليه؟ لان مرتبط بالمهارات والقدرات اللي متطلبها حضرتك في مصنعك. عاوزه واحد اثنين ثلاثه اربعه، انا بدرب ايه الولد او البنت في الجامعه على اساس يبقوا مؤهلين للعمل عندك، انت تاخديهم. لكن احنا قاضي على البطاله كده بطاله مقنعه، يتخرجوا من الجامعه لا يعملونا، ويتخرجوا من المدارس الثانويه لا يلتحقونا بالجامعه، تبقى مشكله. صحيح. انا عايزه بقى اجي لحاجه كمان مهمه جدا اعرفها من حضرتك، بما ان احنا في بدايه عام دراسي جديد، عايزه اتكلم الاستعدادات اللي المفروض تاخدها الاسره المصريه او تاخدها الاسره المصريه، وايضا المدارس لبدء العام الدراسي الجديد. خلينا نتكلم على الاسره اللي هي الاساس، والاسره المصريه مطحونه، والاسره المصريه يعني التعليم قيمه عندهم، وهم عاوزين يعلموا ولادهم حتى لو حرم نفسهم من المأكل والمشرب. أول حاجة لابد نقول للأسرة المصرية، وأنا واضع امتحانات بقالي 50 سنة واشتغلت في وزارة التربية والتعليم، طبعا أنا في الجامعة وبينتدبوني كمستشار في الوزارة في الامتحانات وفي التطوير وفي كل حاجة. نمرة واحد، إن جميع امتحانات المراحل التعليمية بما فيها المرحلة الثانوية من داخل الكتاب المقرر، بشرط إن في خمس معايير بنحط في ضوء الامتحان، وارجو الساده اولياء الامور يعرفوها. المعيار الاول ان الاسئله كلها من داخل الكتاب المقرر. نمره اثنين، موزعه على جميع فصول الكتاب، مفيش تركيز على فصل واهمال فصل. نمره ثلاثه، فيها جانب نظري وجانب تطبيقي. نمره اربعه، فيها جانب بقى مركب، ده السؤال اللي الناس بتصرخ منه في الامتحان وتقول ده السؤال صعب. السؤال المركب اللي بساله في السنه اللي هو فيها جزء، وبساله في السنوات السابقه جزء تاني عشان يتذكر خبرات وميز، لان الامتحان يا استاذه الهدف منه مش التمرير، الهدف منه التمييز. صحيح. تمييز بالمستويات اللي نرجع للموضوع. عشان كده نرجع نرجع للموضوع الاولاني، فكره ان مفيش الجمله نفسها غلط، ان انا اقول ان الامتحان في مستوى الطالب المتوسط. ليه بقى غلط؟ ليه بقى الغلط؟ ليه غلط؟ لان انا كممتحن انا بحط امتحان الطالب المتفوق ليه قيمته. طبعا ما نزلوش للطالب المتوسط، والا كلهم ياخدوا 100% ويبقى الدرجات سداح مداح، عشان يبقى في تمييز كمان، يبقى شيك بالرصيد. فلازم الطالب متميز يبقى متميز، والطالب المتوسط متوسط، والطالب الضعيف ضعيف. صحيح. حتى يكون هناك تمييز بين مستويات. والبوكلت عمل الفكره دي. أيوة. وحقق الفكره دي، وان شاء الله العام القادم هيكون اكثر دقه واكثر وضوح واكثر سرعه. دكتور حسن شحاته، استاذ المناهج بكليه التربيه بجامعه عين شمس وعضو المجالس القوميه المتخصصه، بشكر حضرتك جدا يا فندم، كانت قاعده ثريه جدا ومفيده كمان. شكرا. واتمنى ان كل الاقتراحات اللي حضرتك اقترحتها يعني يتم العمل بها، يعني عشان كله في صالح الوطن يعني وصالح العمليه التعليميه. يعني يا ريت برضه ناكد على ان التعليم ليس قضيه وزير او وزاره. طبعا قضيه مجتمع. مجتمع. قضيه رجال اعمال واهل الخير والاحزاب السياسيه والمجتمع المدني، واحنا كلنا ان شاء الله برئاسه وتغيير ثقافه المجتمع هنحقق مجتمع مصري جديد وانسان مصري جديد باذن الله. ان شاء الله يا فندم. شكرا. فاصل سريع واستنونا، واخر فقره معانا مع اشرف.